على بركاته، اهلا بكم متابعين في قناه تفسير الاحلام. رساله لكل الاخوه خاصه المغربيين، في رسائل كتيره جدا بتجيلي عن المراه اللي هي حامل بقالها 9 سنوات والجنين بيكلمها وبتسمع صوته بالظبط، وسبحان الله الموضوع ده منتشر جدا على السوشيال ميديا وفي ناس كتير قوي كلموني في الموضوع ده. لو في اي واحد فيكم هنا ساكن في المغرب او قريب من السيده ديت، رجاء انك انت تخليها تتواصل معايا، وان شاء الرحمن انا مستعد ان انا اخدها في بث مباشر، والبث المباشر ده مثلا ممكن ان احنا نجعله في الفيسبوك وناس تشاهد البث ده مباشر على طول باذن الرحمن. الامر الثاني انا احب ان انا انوه، ربما ان تكون السيده الفاضله ديت مصابه باذى من جن، نوع الاذى ده سحر ماكول، والسحر ده بيسكن في المعده، وفي ناس كتير جدا ممكن بتمر عليهم الحالات ديت، فناس كتير قوي بيكونوا مصابين بسحر بيكون موجود في المعده، والمعده بتاعتهم بتنتفخ بشده جدا بسبب السحر ده. فلو في اي واحد فيكم يا اخوه من المغرب او ساكن في المغرب او يقدر يوصل الرساله ديت، يا ريت ان هو يعمل شير ويخلينا نتواصل مع السيده الكريمه ديت اللي هي بتقول ان انا حامل بقالها 9 سنوات، علما ان المغرب كلها رقاه، فانا مستغرب جدا ازاي ان الرقاه في المغرب ما قدروش ان هم يحلوا المشكله ديت، فلو في حد قريب منها يا ريت يوصلنا ليه. السحر المأكول يا شباب لما بيكون موجود في المعدة ممكن ينفخ لك بطنك يخليها لك قد كده، وممكن يصفط لك بطنك، وممكن يتحرك شمال وممكن يتحرك يمين، وفي ناس كتير قوي يعني أنا شفتهم في حياتي على نفس الوضع. فأنا بقول لكم خلال 5 دقايق إن شاء الرحمن هخلي لها بطنها تعمل كده تتصفط في جسمها، تمام؟ فلو في اي حد عنده تواصل مع السيده الفاضله ديت او يقدر ان هو يوصل لها المقطع ده، يا ريت يروح عندها ويجلس معايا، وعايز ان هو يخش ببث مباشر والبث نعرضه يعني على الصفحه عندي في الفيسبوك، اخدها اتصال وهي تكون صوت وصوره، بس يكون حد من المحارم يضع يده على المعده بس لمده 3 دقائق بالظبط، هخلي لها بطنها تتصفط وتختفي نهائيا. هي موهومه يعني تقول حامل وابني بيكلمني، لا هو لا حامل ولا بطيخ، هذا شيطان بيسكن في المعده، والشيطان معروف ان هو بينفخ المعده. وممكن ناس كتير جدا يعني موجودين او ناس كتير جدا يكونوا من اللي بيتابعوني عارفين ان السحر المأكول بينفخ المعدة، وانا مستغرب يعني انا بشوف اليوتيوب مليان عمدة الرقاة في المغرب، الراقي المغربي كذا، الراقي المغربي كذا، والدنيا كلها مليانة رقاة في المغرب، ما في واحد فيكم عارف يصفط لها بطنها ويخرج هذا السحر؟ هذا مشكلة غريبة جدا بصراحة، يعني امر انا متعجب منه. فأنا بتكلم كلام مسؤول عنه إن شاء الرحمن قدام ربنا. لو في أي واحد فيكم قريب من الست ديت أو يقدر يوصل لها الرسالة ديت أو يقدر يخليها تجتمع لمدة 5 دقايق معايا مكالمة صوت، أقسم بالله ثم أقسم بالله لخلي لها بطنها تتصفط كده، أقسم بالله وأنا بقسم بالله لخلي لها بطنها تتصفط كده، والله على ما أقول شهيد. حد يقدر يوصل لها الرساله ديت من الجماعه او الاخوه المغربيين، يا ريت ان انتم تشاروا لها المقطع ده وتشاروا المقطع ده في المغرب، لعل لو عسى يعني يوصل ليها. انا ما حبيتش ان انا اعمله مقطع فيديو عشان الموضوع ما هوش كبير ولا حاجه، لكن اقسم بالله، شوفوا انا بقسم بالله، وممكن متابعيني يعرفوا الكلام ده كويس، واللي بيتابعني في البث متاكد من كلامي وصحه كلامي وبيشوفوا بنفسهم، بقول لكم اقسم بالله لخلي بطنها تتصفط كده في ظرف 5 دقايق بالظبط. هي موهومه، هذا ما هو حمل وما هو كلام فاضي من اللي هي بتقول عليه وما هو شيء من ده خالص، هو العباره ان في سحر موجود في معدتها، السحر ده معمول بنجاسه والعلم عند الله، ومعروف ان السحر اللي بيكون معمول بنجاسه ممكن يخلي الانسان كرشه قد كده، كرشه قد كده عادي يعني، والكرش يروح شمال ويمين عادي، ده موجود وكل الناس يعني عارفين الموضوع ده، وانا بشوفه بعيني، يعني انا بشوفه بعيني. بعض الناس كنت اشوف بعض الرقاة لما كان بيقعد يرقي حاله فيجي يركز على البطن، ابص الاقي البطن انتفخت راحت قد كده حامل، والبطن تتلجلج شمال ويمين. هل معنى كده ان يجي الشيطان اللي ساكن جواي يوسوس له ويقول لها لابنك وتسمع الصوت وهي موهومه وتقول ده ابني؟ تمام يا جماعه، انا بقول لكم كلام واضح، لو اي واحد يعرف السيده الفاضله ديت وعايزه تنتهي من مشكلتها في 5 دقايق بالظبط، يا ريت ان هو يوصل لها الرساله ديت. دمتم في حفظ الله وجزاكم الله عز وجل خير ان شاء الرحمن. يا ريت توصلوا لها الرساله ديت، شيروا المقطع ودوسوا له لايك عشان يوصلها ان شاء الرحمن. وانا بقول انا على استعداد ان انا اخدها ببث مباشر، في بث مباشر على الصفحه في الفيسبوك، الصفحه تقريبا عددها 1,300,000، في بث مباشر هناك قدام الجميع 5 دقائق بالظبط، بس يكون واحد من المحارم، تمام؟
او عايزه خصم مفيش مشكله. لو هي عايزه تتخلص من الموضوع انتشر جدا ليكم اطيب تحياتي، انا اخوكم يوسف احمد، اراكم على خير ان شاء الرحمن، شيروا المقطع ده عشان يوصلها ان شاء الله، ولعل ان احنا نقدر نساعد. السلام عليكم.